بسم الله الرحمن الرحيم. العربية بين يديك، سلسلة في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها. الكتاب الأول. الوحدة الثالثة، السكن. الدرس التاسع عشر. الحوار الأول. انظر واستمع. السلام عليكم. وعليكم السلام. أين تسكن؟ أسكن في حي المطار. وأين تسكن أنت؟ أسكن في حي الجامعة. هل تسكن في بيت؟ نعم، أسكن في بيت. وهل تسكن في بيت؟ لا، أسكن في شقة. ما رقم شقتك؟ 5. وما رقم بيتك؟ 9. والآن جاء دورك. انظر واستمع وأعد. السلام عليكم. وعليكم السلام. أين تسكن؟ أسكن في حي المطار. وأين تسكن أنت؟ أسكن في حي الجامعة. هل تسكن في بيت؟ نعم، أسكن في بيت. هل تسكن في بيت؟ لا، أسكن في شقة. ما رقم شقتك؟ 5. ما رقم بيتك؟ 9. الوحدة الثالثة، السكن. الدرس التاسع عشر. المفردات. العرض. انظر واستمع وأعد. بيت، شقة، رقم، حي، يسكن، لا، المطار، الجامعة.